بسم الله. عاوز اتكلم كده عن نقطتين في التسمية في الألكينز. الألكينز احنا قلنا عندنا نوعين من التسمية، يا اما كومن نيم يا اما ايوبيك. خلاص طيب خدت شوية مش عارف ليه كده. طيب الكومن نيم، خلينا في الأول مع الكومن نيم. الكومن نيم مالها؟ الكومن نيم دي بتبقى اسم أسامي، ده نظام التسمية القديم قبل ظهور ال يعني كانت الأول قبل ظهور الأيوباك. الكومن نيم كان ما كانش له نظام، كان شغال بشكل ايه يعني، يكاد يكون هو ايه بحته، شغال بحته. كانت الكومباوندز عددها اقل، كانت يعني ما فيش كومباوندز كتير، كل كومباوند بيطلع بيتسمى بحته براحة صاحبه، يعني ما فيش مشاكل في الايه في التسمية. طيب الاول في الالكينز عايزين نعرف الاسامي بتاعت الكاربونز. الاسامي بتاعت الكاربونز ده هي وان كاربون بيبقى اسمه مي سين، وده ثابت في الكومن وفي الايوبيك. لو تو كاربونز بيبقى اسمه ايسين. طب لو ثري كاربونز بيبقى اسمه بروبين. فور بيبقى اسمه بيوتين. فايف بيبقى اسمه بنتين. سكس هيكسين. سفن بيبقى اسمه هيبتين. ايت كاربونز بيبقى اسمه اوكتين. ناين نو نين. تن بيبقى اسمه ديكين. تمام. طيب اللي محتاجين نعرفه عشان يبقى ثابت معانا، مس اس بوب بيوت بنت هكس هبت اوكت نان ديك. تاني، مس اس بوب بيوت بنت، مس اس بوب بيوت بنت هكس هبت اوكت نون ديك. طيب في التسمية ننزل تحت. طيب عاوزين نعرف حاجات هتفرق معانا في الكومن نيم. اول حاجة لما تبقى الكربون ليها القلم، ما الكلاسيفيكيشنز بتاع الكربونز. لو عندنا كربون واحدة كده ماسكة في ميسايل سي اتش 3، او ماسكة في كاربون، المهم ان هي ماسكة في كاربون يعني. خلينا الاول وهي ماسكة في كاربون واحدة بس، وهنا هيدروجين، هنا هيدروجين، وهنا بقيت السبستيتونت. او خليها مثلا هنا هيدروجين برضو، يبقى كده عدد الكربونات اللي ماسكة فيها الكربونة دي ماسكة في كربونة ايه واحدة بس، يبقى دي اسمها برايمري كاربون. طيب لو كاربون تانية ماسكة ادي كده الاربعة، هنا سي وسي وهيدروجين وهيدروجين، يبقى الكاربون دي ماسكة في حاجتين، يبقى ديت نوعها سكندري. طيب كاربون اتنين تلاتة اربعة ماسكة في سي اتنين تلاتة، ومن هنا هيدروجين، يبقى الكربون ديت نوعها ايه تيرشيري كربون. طيب لو الكربون ماسكة في الاربعة كربونز اتنين تلاتة اربعة، يبقى ديت نوع، يبقى دي اسمها كواترنري. كواترنري للتسهيل بنكتب
وي هنا تبشبي سكندري برايمري، تمام؟ ده هيفرق معانا قوي في الكومن نيم. طيب في ايه تاني في الكومن نيم لما نعرفه هيفرق معانا؟ اسامي بعينها، اسامي جروبس لازم نكون عارفينها، يعني مثلا او نظام يعني التسمية. لو انت مثلا عندك كده الكاربونز تشين 1 2 3 4 5 كده تشين ما فيهاش اي تفرعات، ستريت تشين، تشين عادية، تشين عادية بيبقى اسمها نورمال. ليه نورمال؟ عشان هي تشين عادية ما فيهاش اي تفرعات. طيب الان نورمال دي بيترمز لها بان. طيب هما كام كربون؟ هما 5، 5 يعني بنت، يبقى ان بنتين. ليه؟ ان دي تشين عادية، تشين نورمال ما فيهاش اي تفرعات، بيترمز لها بان. طيب اللي بعده او الجروب التاني يعني اللي احنا لازم نعرفه، نفس الخمس كربونات اهي، بس الكربونات دي الاولى، التانية عليها كربون من هنا كده 3 4 5، نفس الخمس كربونات نفسهم، بس الكربونة اللي دي اللي هي قبل الاخيرة، الكربونة قبل الاخيرة عايز تقول عليها رقم 2، ادي 1 2 ماشي، لكن انا بقول عليها كربون قبل الاخيرة، عليها ايه؟ عليها 2 كربونز. لا ده انت كمان، ده انت مش 2 كربونز وبس، ده انت تحفظها حفظ ان دول CH3، ان الكربون قبل الاخيرة عليها ايه؟ 2 ميثايل. طالما الكربون قبل الاخيرة عليها 2 ميثايل، المجموعة دي بيبقى اسمها ايزو. المجموعة دي اسمها ايه؟ ايزو. تاني، المجموعة دي كربون قبل الاخير عليها 2 كربونز عليها 2 ميثايل، يبقى اسمها ايه؟ ايزو. ادي الاولى وادي التانية، تمام؟ طيب هما الاتشين كلها كام كربون؟ 1 2 3 4 5، يبقى ايزو بنت ان بنتين، تمام كده؟ طيب كربون قبل الاخيرة عليها 2 ميثايلز. الجروب اللي بعدها CH3 ومن هنا ماسكة في something، اي حاجة ماسكة في اي حاجة، ماسكة في هالوجين كلورين مثلا. بص كده الكربون دي نوعها ايه؟ واحنا قلنا الكلاسيفيكيشن من شوية، كنا بنعمل كلاسيفيكيشن اهو، كنا بنعمل كلاسيفيكيشن على اساس الكربون اللي ماسك فيها، صح كده؟ قلنا كربون واحدة اهي ماسك فيها كربون واي كمان، يبقى دي برايمري. كربون واحدة ماسك فيها 2 كربونز، يبقى دي سكندري. كربون واحدة ماسك فيها 3 كربونز، يبقى تيرشري. طيب هل قلنا ان لو ماسك فيها كلورين او هالوجين او هيدروكسيل او ايا كان، يعتبر ان هي كده داخله في تصنيف؟ لا، يبقى الكربون دي ماسك فيها كام؟ 3 كربونز، صح كده؟ 3 ميثايل، يبقى ده نوعها تيرشري. تاني، كربون ماسك فيها كام؟ 3 ميثايل، 3 ميثايل، يبقى ده نوعها تيرشري. ما تقوليش اصل دي سي ال كلورين، كلورين يبقى ماسكه ب4 حاجات، لا ماسكه ب4 حاجات منهم واحده كلورين، ماليش دعوة. ماسكة بكام كربون؟ ماسكة في 3 كربونز، يبقى نوعها ايه؟ تيرشري كربون. واسم الجروب بيبقى تيرشري، وهما كام كربون كلهم؟ 1 2 3 4، يبقى تيرشري بيوتايل كلورايد، تمام؟ تيرشري بيوتايل دي اسم جروب مهمة جدا جدا جدا، والتفرع من على كربون نمبر كربون نوعها ايه؟ تيرشري، خلاص؟ طيب بص اللي بعده، عايزهم كلهم كده بس. لما تبقى كربون 1 2 3 4 زي دي، لغاية دلوقتي مغيرناش، CH3 على الوضع ده هي زي التيرشري،
او هي تمشي ريبروتايل على الوضع ده، لكن انا هغير واخلي من هنا CH2 ومن هنا كلوريد كلورين. اختلاف في ايه؟ الكربون دي نوعها ايه؟ كلاسيفيكيشن بتاعها ايه؟ ماسكه في كام كربون؟ 1 2 3 4 كربون دي كواترناري. طالما كربون كواترناري او في كربون دي كواترناري كده، يبقى ده دي اسمها نيو. نيو طيب هما كام كربون؟ 5، يبقى نيو بنتايل كلورايد. طيب لو شلنا الكلورين دي وخليناها كده CH3 CH2 CH3 من غير تفرعات، من غير كلورين، هيبقى اسمها ايه؟ بص كده، كربون دي قبل الاخيره صح، عليها كام؟ 1 2 3 و احنا قلنا لو 2 يبقى اسمها ايه؟ نيو. طب لو 3 ومكمله التشين كده نيو، سوري، قلنا لو 2 يبقى اسمها ايه؟ ايزو. احنا هنا كده لو 2 يبقى اسمها ايزو، لكن لو 3 بالمنظر ده وفي كربون كمان هنا، يعني انا عايز اقفلها كده، ده اسمه ايه؟ نيو. تاني اسمه نيو، هم كلهم كم كربون؟ 5، يبقى نيو بنتايل. طيب هم هنا ككومباوند كله على بعضه 5 في بتاعة النيو، ودي 6، يبقى اسمه نيو هيك هيك سين، نيو هيك سين. خلاص طيب في فرق ما بين ده وما بين ده، دي كان هنا في كلورايد بس برضو من على كربونة عادي. كربونة ديت نوع ايه بالمناسبة؟ دي برايمري. كربونة ديت برايمري. طب كربونة ديت نوع ايه؟ كربونة دي سكندري، لان هي ماسكة في تو كربونز، واحدة يمين واحدة شمال. تمام طيب هو كله على بعضه نيو. طيب عرفنا منين الكربون قبل الاخيرة ماسكة فيه 1 2 3 كربونز؟ تفرق يعني تفشري او تفرق يعني تفشري. طيب احنا حتى لو شلنا الكربونة دي وخليناها CH3 ده اسمه ايه؟ ده اسمه نيو برد، بس نيو بنتين. خلاص نيو بنتين، لان الكربون ماسكه في 4 كربونز، والكربون ديت نوعها ايه؟ كواترناري. تمام اتمنى اكون الفكره وصلت. طيب وهكذا بقى بقيت التسمية. طيب بقيت بقى التسمية في الفيديو بتاع التسمية الاولاني. عايز بقى ادي هنت صغيرة في الايوباك نيم. الايوباك نيم ده نظام تسمية السيستماتيك نيم، يعني بيكون من 3 حاجات. قال لك ان الاسم بيبقى فيه 3 حاجات، الستيم ده اللي في النص اللي هو ايه؟ عدد الكربونز. طيب في بريفكس وفي سافكس. الستيم ده نمبر اوف كاربونز، السافكس دوت ريليتد تو الفانكشنال جروب. يعني ايه؟ يعني مثلا الالكولز الفانكشنال جروب بتاعتها ايه؟ وH. ايه السافكس بتاعتها؟ وال. طيب الاسيدز الكربوكسيليك اسيدز، بو كسيليك اسيدز، ايه الفانكشنال جروب بتاعتها؟ COOH. دي ايه السافكس؟ اويك اسيد، مستغربش الاسم، اسمها اويك اسيد. تحط هنا مثلا الستيم مثلا هم 5 كربونات، يبقى بنتانويك اسيد. تمام طيب البريفكس ده بيبقى السبستيتونز. تمام طيب دي كانت هنت كنت انا حابب بس ازودها على الفيديو بتاع التسمية اللي فات. شكرا جدا، ان شاء
شاء الله في الحل برضه، في الحل ناخد أسئلة أكتر بحيث إن هي تلم كل حاجة موجودة في النومنكليتشر، وإن شاء الله يبقى فيها كل حاجة بإذن الله.